شركه الوسام البرزنتيشن للسيد المهندس عبد القادر القدسي. عنوان البرزنتيشن هو اهميه اتباع المعايير العالميه لتجنب اخطاء التركيب والتشغيل لانظمه الغازات الطبيه المركزيه. الأستاذ عبد القادر مهندس ميكانيك استشاري في تصميم شبكات الغازات الطبية معتمد من نقابة المهندسين بدمشق، مفتش معتمد حسب أساسيات النورم الأمريكي للغازات الطبية لعدة أعوام بكندا، رئيس سابق لدائرة التدريب في مديرية الصيانة والهندسة الطبية في وزارة الصحة. تفضل أستاذ عبد القادر. مساء الخير، يسعد اوقاتكم جميعا، وبحب نشكر الجهه المنظمه والجهات اللي تعاملت معها لانجاح هالمؤتمر. بنفس الوقت كل مين ساهم بهالمؤتمر هذا، الشكر لهم من مساهمين شركات طبيه وزملاء اخرين. موضوعنا اليوم رح نبحث نحن نحن عنا importance of following international norms to avoid mistake in installation, testing and commissioning of medical gas system. نحن موضوع المحاضرة هو اتباع النورمات لتلافي أخطاء التركيب أثناء تركيب شبكات الغاز، تركيب وفحص وتشغيل شبكات الغازات الطبية. نحن أنواع المشافي متعدد عنا. في عنا شيء اسمه جيرنال سيرجري، وفي كارديولوجي، في بيديتريك متعددة، اندوسكوبي. رح نروح نحن للأقسام ضمن المشفى. أقسام ضمن المشفى في عنا جنرال هوسبيتالز، في عنا قسم الجراحة، وعنا قسم الإقامة، وعنا قسم الانتنسيف كير، وفي أقسام أخرى. طبعا اذا بدنا نحكي على شبكه الغازات الطبيه، هي عباره عن مجموعه من المحطات موجوده بالمبنى بالسطح الارضي تبعيته او خارج له، زائد الغرف العمليات، العنايه المشدده، واسره المرضى، زائد عندنا تحكم. عندنا معناتها الفاكيوم بلانت وميديكال اير بلانت والاكسجين بلانت، وعندنا الريزرز، وعندنا الاوتليت والميديكال سيلينج بندانس. طبعا هون ميديكال ضمن غرفه العمليات وشط اوف فالت، هدول رح نمشي شوي سريع. هلا بالنسبه للشبكه، إذا نحن بدنا الشبكة، بدنا إنه المحطات اللي هي موجودة مع منفصلة أو متصلة نغذي منها للمشفى. طبعاً في عنا الريزر، وعنا الخطوط الثانية اللي بدها توزع أو النوازل. هلأ إذا رحنا نحن للNF، للمعايير المتبعة بتصميم شبكات الغازات الطبية، في معايير عالمية متعددة. المعايير اللي نحن نقيناها بالمحاضرة هي ثلاث معايير. عندنا المعيار الأمريكي NFPA 99 لل 2018، عندنا المعيار HTM02 البريطاني، والمعيار العالمي ISO 37796. طبعا متطلبات المعايير، في عندنا 30 إجراء لنسلم شبكة غازات طبية بالمعيار الأمريكي. عندنا بالمعيار بريطاني اوروبي 19 اجراء. طبعا نحن رح نروح للاجراء الاقل، نحن رح نروح للاجراء اللي هو اقل 19. طبعا نتمنى يكون عندنا نحن نورم خاص بالغازات مثل بقيه الدول، ولو ما حققنا نحن
ال 19 اجراء انحقي 10 معلش. هلا ال NFPA 2018 عم يصنف الغاز والبايب سيستم بمستوى اول، حطوه بالبل كاتيجوري 1. هلا تحت بند المخاطر حطوه بند المخاطر ريسك كاتيجوري. هلا ريسك كاتيجوري هو البند اللي بيأثر على حياة المريض او بيسبب اذيه له او وفاه او بيسبب للطاقم العمل الاطباء او الفنيين بالمشفى بيسبب لهم اذيه، او للفيزيتر للزوار. طبعا نحن اذا بدنا نجي نحكي على ميديكال جاز سيستم ب 24 دقيقه بنكون نحن ما اعطينا المعلومات الكامله. نحن اذا بدنا نحكي عن ميديكال جاز سيستم عندنا شيء اسمه ASSE 6020، هي عبارة عن شهادة ميديكال غاز انسبكتورز، هي مفتش بالغازات الطبية. طبعا هي بدها 24 ساعة وبدها 100 سؤال ورم منا، اختبار ب 100 سؤال. فنحن 24 ساعة لحن نختصرهم ب 24 دقيقة سريعة لأهم النقاط بالغازات. ان شاء الله بإذن الله بوقت تاني ممكن ندخل بتفصيل لشغلات، يعني بكل بند بنده بشكل مفصل. هلا اذا نحكي عن الانترناشونال ستاندرد نورم الغاز اللي هو 7396، عندنا متطلبات متعدده. المتطلب الاول هو عن شبكه الغازات الانابيب. المتطلب الثاني هو عن شبكه سحب الغازات الفائضه. المتطلب الثالث 9170-1 هو عباره عن ما يخص الغاز اوتليت، اوتليت للفاكيوم والبريشر غاز اكسجين نيتروس اوكسايد. المتطلب الرابع نفسه داش 2 بس عم يعطيك الغاز فور انستيزيا غاز سكافنجينج سيستم لمآخذ سحب الغازات الفائضه. طلب المعدات اللي بتزود الغاز للشبكه، هي في لها نورم خاص هو 700 ايزو 1197. عندنا للوصلات المرنه الضغط العالي الى نورم خاص فيها، هي هاي بريشر فليكسيبل كونكشنز. عندنا ما يخص احتياطات الامان للاجهزه الطبيه بالتعامل مع المريض. في الاكسجين جينيريتنج سيستم 10083 هو عباره عن كل شيء بخص امدادات الاكسجين للناحيه الطبيه للمشافي. Oxygen Concentrator BSA و VBSA. عندنا الكوبر بايب فور ميديكال يوز، انابيب الغازات بالنورم يوروبيان 13348، هذا كمان نورم خاص مشترك نورم بريطاني اوروبي. في متطلبات النورم، متطلبات النورم متعددة ليتحقق النورم. إذا أنا بدي أشتغل على نورم محدد بدي أشوف شو متطلباته وشو لازم أعمل. نحن أخذنا بموضوع محاضرتنا اللي هو الكوريكت انستليشن. الموضوع الثاني أخذنا كوريكت ماركينج أوف ذا بايبلاين سيستم، الترميز المضبوط. هلا أحكي شوي عربي مشان نختصر الوقت ما نقرا إنجليزي ونترجم. عندنا بعدين الفحص والتشغيل والتوثيق سيرتيفيكيشن. طبعا في شغلات نحن كلينس كونتينوسلي سبلاي اوف ذا غازز اند فاكيوم تو ذا بيشنت باي بروفايدنج، كله ما رح ندخل عليه بعدين، ولازم بأجهزة الغازات او عاليه الخطوره لازم يكون في استمراريه بتزويد الاكسجين للمشفى. هلا هون قلنا الفقره 11.1.1 من النورم 73-96 عم يقول لك لا تستعمل الغاز غير للغرض اللي هو مخصص له. طبعا نحن ما بنحسن نجيب هواء لننفخ اكسجين لننفخ فيه غبره من على طاوله فيها معدات او توز او شغله، ما بنحسن نشغل دريل نحن اذا كان طبي او غير طبي بالاكسجين بدال الهواء بنيوماتيك تولز.
ما بنحسن إذا كان ما عندنا هواء نستعمل أسطوانة الأكسجين لحتى ننفخ فيها تيار. طبعاً هدول مواد قابلة، مواد عضوية قابلة للانفجار بوجود الزيوت. عم يحكي المتطلب الثاني إنه نحنا لازم يكون بالتركيب نبعد الكهرباء النقطة 11.1.2 من بايب لاين انستليشن. عم يقول لك لا تمشي الكهرباء مع البايب. هذا طبعا موجود وشايفينه نحن بأماكن، وهذا خطير. طبعا نحن هون في عم يقول لك هون انه عندك انت 50 ميلي 5 سنتي. بالنورم البريطاني بيطلب لك من 4 انش ل 12، من 4 ل 6 انش، من 10 سنتي ل 12 سنتي. طبعا هذا هون ما حقق 5 سنتي، وهذا ما مربوط نهائي، يعني كابل كبير مربوط معه كمان، هذا موجود بمشفى. بالنسبة للتقريض عندنا الفقرة 11.1.3 عم يقول لك أقرب نقطة من دخول الأنابيب للمشفى قريض. إذا كانت غرفة الغرفة تبع الغازات ضمن المشفى، بدك تكون أنت من عند أقرب قرنة من خروج الأنابيب مجتمعة من الغرفة المركزية حتى HCM 2022. طبعا هذا التقريض مش صحيح، والمكان موجود مش صحيح، وهذا مش صحيح. سحب الغازات فائضة، هذا التقريض الصحيح، وهذا المكان الموجود فيه نقاط التقريض. لازم نحن نعمل حماية للأنابيب من الضرر اللي بده يصير خارجي الميكانيكي. عندنا نحن هون بالفقرة 11.4 البايب لاين شال لازم الأنابيب نعمل لها حماية. طبعا هيك ما بينترك. هلا عندك هون محطة توليد أكسجين ثلاثية، ثلاث مولدات لمشفى بألف سرير عم تغذي من هون. هذا الأنبوب عم يغذي. عندنا هون طلع من الطرف الثاني، طبعا مشي بالأرض، ما مشي بالممشى الصحيح تبعه. يعني إذا مرقت سيارة ويمرق سيارات بده يضرب بوقت من الأوقات تحت ضغط حمولة كبيرة. فهذا المكان هاي هم ما في حماية، هم ما في حماية. ما طبقنا النقطة 1.6 ولا طبقنا النقطة 1.4 لمشفى بألف سرير. عندنا كمان طبعا هاي الفقرة بتشمل هون وبتشمل شيء تاني مشان ما نلقق باللغة الإنجليزية. هلا عندنا هون نحن ثلاث أنابيب من الغازات، وعندنا درين، وعندنا أنابيب تبع يمكن التدفئة. طبعا هون يمكن عم يصلح هون ضرب هون، المشفى شغالة، شو صار بالعناية؟ شو صار بالمرضى اللي تحت العمليات إذا مو عاملين الاحتياطات؟ فهذا خطأ فادح. بيقول لك من نورم بريطاني إذا أنت بدك تعمل بارتيشن بالإندرطة 13-11 وتروح من مكان لمكان بنتريشن أو اخترقت بارتيشن، أو بدك تعمل بالفلور لازم تحط سليف، لازم تحط قمصان معدنية. طبعا هون نحن كمان بقلب الأرض موجود الأنبوب، كمان لمشفى موجودة، كمان لهلأ موجودة، كمان هذا خطير. عنا هون تركيب كمان، هون عنا الكهرباء مع البايبات، الترتيب مظابط. حطينا احنا حكينا هلا عن البايب لاين انستليشن، حكينا عن الاستخدام تبع الاكسجين للغرض المراد منه، حكينا عن انه لازم ما نمشي مع الكهرباء، حكينا عن الحماية الميكانيكية، حكينا انه بالنسبة لل لا نحط الأنابيب ضمن أماكن قريبة من أخطار مثل مواد مثلا قابل الاشتعال، أنبوب خزان للبوتان، أو مواد ممكن تشتعل كيميائية. هلأ هون حكينا كمان على التقريض. هلأ هون عم يقول لك لا تركب بالليفت بالإليفيترز، لا تركب غازات. طبعا أنت تكون شغال الليفت عندك عطل، شو بدك تعمل أنت إذا طلعت شرارة من المحركات؟ شو بدك تعمل؟
هلا هون رح نروح نمشي شوي سريع لحتى نعطي الوقت المحدد. عندنا بايب لاين سبورت. البايب لاين سبورت عم يحقق لك، عم يحدد لك اذا بدك تحمل بايبات في شيء اسمه دعامه. هل هي الريل هي في مسافات لازم تحققها. طبعا كل ما كان البايب صغير في مسافه اصغر، كل ما كبر قطر البايب مسافه تكبر. طبعا بدنا نكون كبير وصغير نلحق الصغير. هلا بالنسبه للحمالات والمواد غير قابله للصدى او الاهتراق. بالنسبه للماتيريال تبع الميديكال، الانبوب تبع الميديكال غاز، شو نوع الماده تبعيته؟ الماده عم يقول لك انه هو ماتيريال فور بايب شود بي مانيفاكتشرر فروم فوسفوروز دي اوكسيدايز نون ارسينيكال. هدول مواد بدها تكون مسحوب منها الاكسجين. طبعا وقت بيعالجوا للنحاس بيحطوا له ماده السيليكون والالومنيوم مشان يسحبوا منه الاكسجين، بيرجع بيحطوا له فوسفورز لحتى يخلوه مقاوم للاكسده ما يهترى مع الوقت. طبعا في عندنا هالف هارد وعندنا هارد، عندنا 250 عندنا 220. طبعا بالاستخدام بالنظام البريطاني والفرنسي بيقبل انه انت تعمل بندينج تطعيش، بالنظام الالماني او الاوروبي ما بتطعش، ما بتثني الانابيب. في عندنا بده يكون انه خالي من الشحوم ومغلف من اطرافه، هي الشغلات بتجي كلاسيك. طبعا هلا هون نحن عندنا هالانابيب هي عباره عن انبوب صناعي كمان مركب وكمان مو مزبوط وكمان عليه اكسده، الصوره مو واضحه، اكسده سده. عندنا هون كمان غير نظامي، كمان هون عندنا صناعي للتكييف محطوط جنب الكهرباء، كله التركيب مو ظابط. هون عندك التركيب اذا كان شاقولي اذا كان افقي، وحده منهم نحن شاغلينها. بتحط الشغل اذا عم يشتغل برا، بدك انت اذا بدك تنجح بدك تمشي عن النورم، بدك تطبق النورم وكل شيء بيصير. هلا بالنسبه للانابيب في لهم ترتيب، ما بنحسن نمشي حدا قبل حدا، مشان نحن وقت بدنا نجي لقدام نعرفهم. اللي بيركب يعرف، واللي ما بيركب بيحطوا له اسهم ليعرف مشان ما يشبكوا ببعض. عندنا حسب النورم ال 73 96 عم يقول لك انه هالمعلومات هي التايبيكال التوضع المثالي مذكور بال HTM02. عم يقول لك روح لل HTM او اذا بدك روح للكنيديان ستاندر او روح لهلي احد من ال FD كذا من النورمات هي. طبعا التيرمينال يونت ماونتينج اوردر حسب مثل ما عم يقول لك روح على HTM. عم يقول لك الاكسجين على اليمين، على اليسار اول واحد، بعدين بيجي النيتروس اوكسايد، بعدين الانتينوكس، بعدين الميديكال اير 5 اور 4 بار حسب السيستم، بعدين سيرجيكال اير، بعدين عندك الفاكيوم، عندك اي جي اس اس او واك خط سحب الغازات فائده، عندك السي او 2، بعدين بيجي لعنا الهيليوم على الاكسجين، خليط الهيليوم والاكسجين. طبعا شاقولي افقي بدنا نمشي معه نفس الترتيب. هي ترتيب. هلا عنا بالتركيب هاد هون غلط، بالتركيب هاد هون صح بس هون غلط، بالتركيب هاد هون غلط وهون صح، وثلاثتهم غلط كان ما في مسافة مضبوطة للتوضع. هون عندك تركيب بمسافات وعندك أسهم وعندك حمالات وعندك ارتفاع عن الأرض مظبوط، عندك هون تحميل مظبوط وتفريع مظبوط وأبعاد مظبوطة، عندك هون أفقي هون عندك شاقولي. إذا بدك هاد هذا أكسجين، بدك هاد هذا أكسجين، بدك هاد بده يكون فاكيوم، بدك هاد بده يكون فاكيوم. طبعا هذا الترتيب النظامي. عم نحكي على البايب جوينتينج وفيتينج. طبعا البايب جوينتينج وفيتينج رح يكونوا نفس مادة الانابيب، ما بصير نحط شيء طبي مع شيء صناعي. عندنا نحن هون بده يكون سيلد وليبلد، كمان هون
بده الفيتينج ان كان اكسسوار ولا ان كان سكر بده يكون كله ديجريست، بده يكون كله محطوط ب محفوظ من الاوساخ. حتى اثناء التركيب بده يكون في فتره للتركيب. عندنا الفيتينج شيء اسمه لوكابل سيلينج فالف، وعندنا هون كمان عندنا فالف هون، هذا مركب باحد الاماكن كمان، كمان هذا اسمه جيت فالف، هذا مستخدم للتكييف. رح نقول شغله صغيره كمهندسين، اذا نحن هذا البريشر ريجوليتر اللي هو سنجل ستيج فشل، الميمبرين تبعه انضرب، شو حيصير؟ رح يفطع ضغط الاسطوانه كله لهون، اسطوانه لهون شو حيصير بهذا؟ رح يعمل اذيه، طلعت انت بالكاتيجوري 1 بالاذيه، عملت حادث وفاء او اذيه، يا راحت عينه يا انأذى الشخص، هذا وارد. طبعا اللي بده يركب وجنب كهرباء هيك كمان هيك مو صح. هلا نحن بدنا نربط الانابيب ببعضها، بعد ما حطينا وفصلنا بنربط، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل بريزنج او ويلدنج. لازم يكون كل شيء بالغاز عباره عن ملحوم، كل شيء غاز بده يكون ملحوم مشان التسريب، ما عدا الشت اوف فالف والثريدد كونكشن، هدول ممكن يكونوا بالنهايات نعالجهم لهم لوك تايت لهم شيء خاص فيهم. هلا لازم الحراره اثناء الحام الحراره ما نزيد عن 600 درجه محيطيه اثناء الماده تبع الانبوب. لازم الكادميوم يكون كادميوم فري 25 بالالف، بالالف لازم يكون بال10000، 25 بال10000 مستوى الكادميوم. كادميوم ماده مسرطنه وسامه بتاذي اللي عم يشتغل فيه البايب ويلدر وبتاذي بالشبكه. طبعا اثناء الحام عندنا نحن لازم ندخل شيلدد غاز، لازم ندخل شيء اسمه نيتروجين، نيتروجين نقي ما في ماء جاف يعني اثناء الحام مشان نحافظ على نظافه السطوح الداخليه. هلا نحن هون حطينا النيتروجين، حمينا، لحمنا، حطينا الفيلر، ما تجاوزنا 600 درجه، خلصنا الحام، قصينا الحام، طلع عنا هذا اللي فيه ازوت هيك اللي ما فيه ازوت هيك. طبعا اذا نحن رحنا لحراره عاليه صار عنا شفايزنج، يعني عفوا صار عنا حرقنا اسود. اثناء التركيب في عنا نحن وصلات ما تلحمت، من ننتبه نحن عنا حطينا نحن هنيك سليف، حطينا حمالة مظبوط، نرجع للنورم 2018 تبع الـ NFPA، حتى النورمات الثانية إلى اعتبارات. النورم هذا أخذ 8 ساعات، النورم البريطاني بيعطيك صلاحية 24 ساعة إنه أنت الوصلة إذا ركبتها 24 ساعة لازم تلحمها عند البريطانيين، عند الأمريكان بدهم 8 ساعات إنه بتلحمها ب 8 ساعة. طبعا هاي بيجيها غبرة، بيجيها رطوبة، ما تقعد تساعد بصير مصدر تسريب. هلا نحن عندنا حدا هون عم يعمل الحام ويلدينج بخزان اكسجين سائل بمشفى كبيره، وكاتبين له هون يمنع التدخين على بعد 25 متر، فهو على بعد متر عم يشعل نار. هذا كمان بيأذي حاله. نحن عندنا اذا نحن تعرضنا بجو غني بالاكسجين. استاذنا سمحت باقي معنا 5 دقائق. تعرضنا بجو غني بالاكسجين لازم نحن خلال 15 دقيقة نعمل تهوية ventilation. طبعا مصادر التحفيز احتراق هي عندنا نحن هون الماركينج للبيبات، هي عندنا توضع المحطات، كيف بده يكون التوضع بيناتهم، كيف مين اللي بيكون قبل مين، مين الفراغات، مين بينعزل عن مين. عندنا السائل الهواء والفاكيوم، عندنا السلندرز، عندنا البي اس اي اوكسجين جنريتر، عندنا هون تعبئه، رف تعبئه،
عنا هون ما حققنا النور إنه نحن هون خالطين بالبنز 14 الأكوميديشن الفقرة واحد حاطين نحن دواغت فاكيوم وهواء وشحم وزيت مع الأسطوانات. هاي نحن التركيب بده ينفصل. خلينا نشوف هالفيديوهات. When a typical cylinder is filled to its design pressure of 2400 psi, it will contain almost 300 cubic feet of atmospheric pressure gas, or about 160 times the internal volume of the cylinder. This compression of gas represents a tremendous amount of stored energy. If the outlet valve is broken off, the sudden release of compressed gas can turn the cylinder into a missile with energy to shoot through a cinder block wall. In one reported incident, a damaged cylinder penetrated two sheet metal walls before becoming airborne and exiting through the roof. The tank reached an altitude of 140 feet before falling back through the building's roof a second time. When a steel cylinder becomes a projectile, it can move with great force, at high speeds, and in unpredictable directions, with the potential to cause serious or fatal injuries. في بدها تكون بشكل شاقولي الاسطوانات اثناء التحميل التفريق في الى قاعده للتفريق الموقع. طبعا موقع غرفه موقع الغرفه تبع المركزيه للغاز السائل او لمحطه الاسطوانات الاكسجين بدها تكون في محاذير في مسافات مسموح فيها. طبعا بالنورم ال HTM بيعطيك المسافات من 5 ل 15 متر حسب نوع الماده الموجوده، مواد قابله للاشتعال احتراق. عندنا ال HTM عم يعطيك انه مسافه بده يكون في تهويه، وبده يكون بتحسب انت مساحه التهويه بتنحسب هون عندك. عندك بده يكون تهويه فوق وتحت، عندك كمان هون تهويه، اذا هون في تهويه هون في مراوح سحب، عندك لوحات ترميز، عندك هون اذا ما عملت انت ما سحبت بالهواء عم يقول لك بالنور تسحب الهواء من برا، بس بده يكون هون سيلد، هون سيلد، هون ما له سيلد قام عمل حريقه احترقت المولد الغرفه كلها احترقت. طيب هون عندك عم يقول لك بالنورم كمان عم يقول لك انه حط قاعده انتي فايبريشن، هي القاعده معزوله كمان. هي اذا كان عندك بمنطقه مفتوحه ممكن تركب انت ما عندك مشكله، بس بدك تعمل لها ووتر بروف، بدك تعمل لها سيلينج بروف، بدك تعمل لها فنتيليتد مود، بده يكون فيها وظفاية حريق، بده يكون علامة. حطينا هون اللوكيشن تبع السلندر وحطينا التهوية المناسبة، وفيش بدنا نعمل هانديك بده يكون في منصة التحميل. طبعا هدول متطلبات بالنور. هلا عندك انت عم يقول never use oil or grease to lubricate oxygen equipment. كمان في عندك never use adapter for cylinders. طبعا هي السلندر اذا انت حطيت لها وصله لتوصل لوحده ثانيه غلط، هي هي موجوده وصارت بمشفى، هي كمان الماده مو نظاميه. هلا اذا نحن بدنا نستلم الشبكه خلصنا تركيب، شو بدنا مين بده يستلم الشبكه؟ عندنا شيء اسمه system verification، عندك في شيء في سيستم فيريفيكيشن، في عندك بايب انستولر ميديكال جاز بايب انستولر. فالفيريفيكيشن هدول 13 بروسيجرز اللي 30 بروسيجرز بدهم ناس يستلمون او مخصصين فيهم. طبعا كل واحدة منهم فيها شيء 42 ساعة التركيب، في شيء شغلة أربع شهور للسنتين خبرة. قارنا نحن بين الإجراءات الاستلام بالنورم البريطاني
وبالنورم الأوروبي. طبعاً بدك أنت وتستلم بدك أجهزة معايرة. فحص التسريب، testing commissioning set، vacuum flow test، عندك purity test، عندك أجهزة المعايرة بدك تشغل على الشبكة. طبعاً هاي الأجهزة كلها بدك تشغل تفحص تتأكد. نحن استعجلنا شوي، اللي قبلنا أخذوا من وقتنا شوي، بنعتذر من الموجودين، بس ما بينحق 24 ساعة ب 24 دقيقة. فشكراً لكم، اللي له أي استفسار أفضل تأخذون. شكراً باش مهندس عبد القادر. لا الحقيقة نحن أعطيناك كمان يعني وقت مشان نكمل لك وقتك، فما أخذوا كله، بس الحقيقة محاضرة مميزة وشكرا لك. والحقيقة يعني كتر خيرك عم تلفت لنا نظرنا لشغلات الحقيقة نحن كمان كلنا ما شاء الله كله جمهور مهندسين عندك، فكلهم يوما ما لح يكونوا عم يستلموا أو بيكونوا عم يشرفوا على الشبكات الغازات الطبية، والحقيقة أمور كتير هامة وللأسف ما كتير الناس تعطيها يعني عناية لهالقصة. لكن الحقيقة الغازات الطبية بتعرفوا إنه هي أخطر شيء ممكن يتركب بالمشفى، وله علاقة مباشرة مع المريض بشكل مباشر. فبالتالي يعني نتمنى إنه بركي إن شاء الله كمان بصح لنا فرصة، هلا كنت عم بحكي مع الدكتور زوير، بركي إن شاء الله بصح لنا فرصة مستقبلية نعمل كورس ممتد إن شاء الله لفترة أطول بمساعدكم نشوف الأمور بشكل أوضح. شكراً لكم أستاذ. نحن أستاذ فراس وأعضاء اللجنة الأكاري دكتور بس مصطفى ودكتور زهير. ليش ما يكون عندنا نحن ناس مؤهلة عندها شهادات لتفحص وتستلم؟ وهذا اللي عم نفكر فيه نحن. ليش ما عندنا نورم نحن؟ ليش ما بنعمل نورم مثل يعني مثل غيرنا؟ هلأ بالسعودية اعتمدوا نورم البريطاني لو فرام او بالغير. طب نعتمد ما بدنا بريطاني، نعتمد اقل شوي، بس انه نجي هالزلمه عم يركب شو معه مؤهلات تمام. شو عم يعمل؟ طب هالاسطوانه اللي انفجرت هي بتصير كتير يعني تمام، ما بيعرف شو خطورتها الشخص فيها. نعم نعم نعم. هلا الحقيقه نحن في كتير امور معولين عليها، حنحكي هلا في عنا نظام مزاوله المهنه جاي، في عنا كمان زميل لنا من وزاره الصحه موجود معنا، فكمان هو حتما استاذ محمد شموط معلمنا باش مهندس محمد، فهو الجهه الله يعطيك العافيه استاذ عبد القادر، كان لنا تجربه مميزه معه بورشه عمل تدريب كوادر من وزاره الصحه، ان كان مهندسين ميكانيك او هندسه طبيه، وكانت الورشه مميزه. بس هلا وانا عم بتفرج صحيح الشخص ما بعرفه، بعرف اخوه الله يرحمه محمد خليل عماش، وقت توفى بعز أزمة الكورونا تمام، وكانت حادثة كتير كبيرة، كان عم يخدم العالم بتعبئة أسطوانات الأكسجين، عندهم معمل تعبئة لأسطوانات الأكسجين، وصار حادث بسيط أدى أنه الأسطوانة فجرت يمكن بتتذكرها، وخسرنا ناس لسبب أو لآخر يعني. يعني فاليوم موضوع الأكسجين إذا ما كان حدا منتبه له كتير خطير، إن كان على المريض أو على الكادر. تمام. في نقطة أستاذ محمد ولو دقيقة نعتذر بس دقيقة، إنه نقل الأسطوانات اللي عم ينقلوا المعامل تلاقي من يوم هذا إذا عمل له شيء حدا فات فيه خبطوا فهذا مو يعني في متعلقة بأكثر من يعني شلون من يعني بده تنبيه لأكثر للمعامل اللي بيوزع اللي بده يستلم بالمشفى للتفريغ، في مشافي بالأبو حاطين أسطوانات بينزلون تنزيل هيك فنحن نطمح ونأمل أنه ترتفع سوية الخدمة الطبية والأمان يزيد عنه. شكراً لكم. الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أستاذ. هلأ بس بدي كنت أدخل شغلي أنه نحن ثقافة الغازات الطبية ما زالت لم يدخلها العنصر الهندسي بشكل قوي، يعني مسيطرين عليها من فترة سابقة أشخاص ليسوا مهندسين، وطبعاً حضرتك بالسوق بأكيد بتعرف قديش في صعوبة للدخول بكتير أمور. فهون المفروض طبعاً، والشيء اللي هلأ لحينذكر، إنه دخول نقابة المهندسين
وإلزام إلزام من بداية النقل للتركيب للاستثمار كله المفروض أيدي هندسية خبيرة مهتمة واعية. طبعا حضرتكم ما شاء الله وكون أستاذ زهير للأسف يعني بلا شهادة ما بتمشي الأمور بلا شهادة. لازم بده يركب معه شهادة. بده يستلم بده يكون بيستلم وفق مواصفة غير هيك. تمام تمام. بيقول لك أنا بجيب لك أرخص أنت سعرك أغلى. أنه أغلى سعرك إذا هو عم يركب لك سم بالمشفى. هذا اللي أقول إنه المتولين عليها أشخاص غير مهندسين بشكل عام. بجوز هلأ من فترة كمان دخلوا المهندسين. لكن من شوي كنا عم نتناقش طبعا السعر مو هو دائما أنا بدي أخذ صحيح أرخص سعر لأحسن جودة لأحسن أمان. تمام شكرا كثير لك. شكرا لك.